العدل حافظ الأختام عبد الرشيد الطبي بولاية سوقهراس على الافتتاح الرسمي لمبنى المجلس القضائي الجديد بالولاية، حيث طلع الوزير من خلال اللقاء على صيرورة النشاط القضائي بالولاية وأكد وضعية القطاع. هذا وأكد طبي بضرورة الارتقاء بنوعية الخدمات القضائية المقدمة للمواطن. التغطية لأحسن طرابلسي. بالنسبه لكم انتم المواطنين ضمن كنت تتابعوا في الحركيه اللي موجوده على مستوى الوزاره، والحركيه هذه شملت حتى الوضعيه تاعكم وضعيه المواطنين، دونك مركزين على التحصيل لان فيه المنحه تاعكم متفقين، كل ما يطلع التحصيل تطلع المنحه، ومركزين على الخدمات المرفقيه والقضائيه اللي قدمها اللي نقدموها للمواطن من خلالكم. وجه العداله يبدا عندكم من خلال الخدمات القضائيه. ويجي الجانب الثالث، الجانب الاجتماعي اللي خاص بكم، قضيه القانون الاساسي وكذا، او نفس الكلام اللي قلته في مجال انتظروا اصبروا، رانا بالضبط مثل القطاعات الاخرى، راهي كما قلنا لكم، ما قلناها في كثير من المجالس بالضبط، السيد رئيس الجمهوريه مرتب هذه القطاعات حسب درجه الاولويه حسب فوالا. وفي ذات الزيارة كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد الطبي عن جديد الترقية الخاصة بموظفي القطاع القضائي. 9000 ترقية، 7000 مشات لمواليها، بقات 2000. راكم سمعتوا هذا المدير الموظفين، هذا هو قال لكم ان الجومي تلحق الترقيات الباقي الموظفين. ما خلينا حتى حاجة. درسنا التظلمات تاعكم نهار اللي فرجونا على الترقيات. بلغناكم بها. القانون الاساسي يعني قلت لكم مرتبط بظروف يعني اجنده معينه، السلطات العليا هي اللي تعطينا التاريخ او الظرف وقت نقدموا القانون الاساسي نتاعنا. اونتر تون الامور راهي تتحسن، لما جيت الترقيه بالضبط، حسنوا لنا الخدمات ارجوكم للمواطن، حسنوا لنا الخدمات للمواطن هذه. من جهتهم عبر مختلف المحامون بمجلس قضاء ولاية سوقهراس عن خالص امتنانهم بتشييع هذا الصرح القضائي الجديد، والذي سيساهم لا محالة في ترقية الخدمات القضائية بالولاية. الحمد لله اليوم تدشين مجلس قضاء سوقهراس هذا الصرح اللي نقولوا عليه عنده مواصفات عالمية، زيادة لولاية سوقهراس، ثمنوا هذه المجهودات اللي تقوم بها الدولة في إطار تهيئة قطاع العدالة بصفة عامة والهيئة القضائية وأسرة الدفاع، باه يكون الممارسة تاعنا كمحامين في هذا الصرح اللي نقولوا له مرة أخرى صرح عظيم تكون في أريحية كاملة. هذا الصرح القضائي الذي تمنيناه في العديد من السنوات، حيث أننا كنا تابعين إلى مجلس قضاء قالما، والحمد لله وبفضل الله والمجهودات المبذولة من طرف جميع الأفراد القائمين على هذا الصرح الكبير والمجهودات الكبيرة، سواء من طرف الوزارة أو الإلحاح الكبير من طرف نقابة المحامين لناحية عنبة. نرحب اليوم بالسيد وزير العدل حافظ الأختام ونقول له أهلا وسهلا بك في ولاية سوقهراس.